بسم الله الرحمن الرحيم. يسر الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام أن تقدم لكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الإمام المصنف أبو عيسى الترمذي في جامعه في كتاب البيوع: باب ما جاء في الانتفاع بالرهن. الرهن قالوا أنه هو ضمان القرض، كأنه يكون الإنسان يرهن، سواء كان القرض كثيرا أو قليلا، ربما الرهن يكون أغلى أو القرض يكون أكثر، فيأخذ كأنه توثقة، توثيق للدين. فإذا عجز المستدين من أداء الدين فيؤخذ من الرهن، يباع ويرد الباقي إذا كان قيمته زائدة إلى آخره. فهذا هو الرهن. قال حدثنا أبو كريب ويوسف ابن عيسى. أبو كريب محمد بن العلاء أبو كريب الحمداني ثقة، كذلك الشيخ الثاني يوسف بن عيسى وهو الطباع من الثقات المعروفين. قال حدثنا وكيع عن زكريا عن عامر أي عامر بن شراهيل الشعبي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الظهر يركب إذا كان مرهونا، والدر ولبن الدر. الظهر يركب إذا كان مرهونا، فالظهر الفرس أو أكرمكم الله الحمار، كذلك الجمل، هذا كله إذا كان مرهونا فيركب. لماذا؟ ويأتي الدليل ويأتي السبب. ولبن الدر يشرب. لبن الدر، لبن هو الدر، والدر هو اللبن، كأنه يعني إذا كان أخذنا تأسيس معنى جديد فيقولون المصدر بمعنى الفاعل، يعني لبن الدابة الدارة، أو تقول لإضافة الشيء إلى نفسه، هكذا يقول أصحاب العربية وكله معروف عند العرب. ولبن الدر يشرب إذا كان مرهونا، أي إذا كانت الدابة التي منها الدر يكون إذا كان مرهونا. وعلى الذي يركب ويشرب نفقته. على الذي يركب معناه أنه سار في ملكه الآن، لكنه لابد أن ينفق عليه بدل نفقته، يشرب ويركب، ولا يجهدها أكثر مما ينفق عليه كما اشترط العلماء، لأنه لا ضرر ولا ضرار. فإذا كان يستغل الدابة أكثر مما ينفق عليه من الألف فهذا لا يجوز له، على قدر ما يقال إن بهذه المسافة إذا ركب الإنسان على دابة بالإيجار كم يكون إيجاره، وكم ألفه أو دابته، كم أعطاها الألف، فعلى قدره. هذا كله يرجع إلى الأرف، بارك الله فيكم. نعم. وعلى الذي يركب ويشرب نفقته. هذه المسألة قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح لا نعرفه، والحديث من أصح السهاق، أخرجه البخاري وغيره أيضا. قال: هذا حديث حسن صحيح لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث عامر الشعبي عن أبي هريرة، ولا يضل أبو هريرة من الصحابة الحفاظ، ومن الصحابة، والصحابة كلهم إن شاء الله حفاظ، والشعبي أيضا من الثقات المعروفين، وقد أخذ وروى عن أبي هريرة رضي الله عنه، وقد روى غير واحد هذا الحديث عن العامش عن أبي صالح عن أبي هريرة موقوفا. قلنا موقوفا يعني من قول أبي هريرة، كأنه جاء عن أبي صالح عن العامش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال
الزهر يركب. ما قال؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما حق ولا استقام للصحابي أن يفتات على الله وعلى رسوله فكيف يشرع شيئا ليس فيه دين الله تعالى وهو الراوي لهذا الحديث. فنقول إنه وثق بروايته عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم أفتى به ففتوى الصحابي بعد النبي صلى الله عليه وسلم مطابقا لما روى يكون تقوية للمرفوع. الموقوف يقوي المرفوع. تجدون هذا في شروح الأئمة رحمة الله أهل الحديث. إذا ضربت أنت خاصة بهذه الحاسبة إذا ضربت الموقوف يقوي المرفوع تجد في مواضع كثيرة العلماء أفتوا بهذا، بمعنى أن لا يعلل هنا التعليل لعلة سبب خفي قادح، فلا يأتي أحد يقول هذا من قول أبي هريرة. لا يمكن أن يقول أبو هريرة من عند نفسه شيء والله أعلم، وهو أورع الناس في هذا الباب. نعم من الممكن أن تكون هناك بعض الاجتهادات، لكنه لابد أن يكون العلماء قد بيّنوا أن هذا اجتهاد منه ورأوا أدلة واضحة. لكن هنا روايته فتواه موافق لروايته، فالموقوف قوي المرفوع. وقد روى غير واحد هذا الحديث عن العامش عن أبي هريرة أبي صالح عن أبي هريرة موقوفا، والعمل على هذا الحديث عند بعض أهل العلم وهو قول أحمد وإسحاق يعني ابن راهويه. وقال بعض العلم: ليس له أن ينتفع من الرهن بشيء إذا كان الرهن لا يطلب النفقة لا شك فيه لا يستفيد كأنه أمانة عنده، لكن إذا كان الرهن يطلب منه نفقة فربما دينه يذهب في نفقته الدابة. فالأقل والقياس والشرع كلها متفقان على أنه لابد أن يستفيد منه على قدر ما ينفق عليه. يقول والعمل على. وقال بعض أهل العلم: ليس له أن ينتفع من الرهن بشيء. هنا انظروا، ذكر كلاما طويلا وأقوالا للأئمة رحمه، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم وهو قول أحمد وإسحاق. قال: ينتفع المرتهن من الرهن بالركوب والحلب بقدر النفقة ولا ينتفع بغيرهما، وهذا واضح إن شاء الله لمفهوم الحديث ولأدلة أخرى أنه لا يجدها ولا يستغلها أكثر مما ينفق عليه. الأصل فيه أنه لا يستفيد من دابة أحد إلا بإذنه، فهذا إذن شرعي له. إذا كان يستعمل ويستغل ويركب ويشرب على قدر ما ينفق فهو حق شرعي أو إذن شرعي له. ثم قال: وقال بعض أهل العلم ماذا قالوا؟ قال بعض أهل العلم: ليس له أي للمرتهن أن ينتفع من الرهن، أي ليس من الشيء المرهون بشيء من الانتفاع، وهو قول الجمهور. واستدلوا بحديث أبي هريرة: لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه له غنمه عليه غرمه، يعني لا يقال إنه يأكل الرهن ويحضم وبدل الدين، لا بد أن يحافظ على الرهن إذا كانت دابة حتى إذا أدى قرضه ويوديه كأمانة. لكن هذا الحديث مرسل، لا يغلق الرهن من صاحبه، والمرسل من قبيل الضعيف، لا إلا أن المعنى واضح جدا لا شك فيه. هذا لا يعطي معنى أنه لا يستفيد منه، لا يغلق الرهن صحيح إذا كان صح وهو مرسل من قبيل الضعيف، لكنه إذا صح معناه لا يقول أنا أخذت بدل ديني أو بدل ما أعطيتك الدين أخذت فرسك، لا يصح له، لأن هذه كلها لا تأخذ مال أحد إلا برضا منه، لا يحل مال امرئ منهم مسلم إلا بطيب من نفسه، فيقول: لا خلاص أنا حسبت أخذت دابتك والدين قضي عليك. ليس هكذا، إلا إذا كان قد عجز عن أداء الدين فهناك المسألة مرافعة والقضاء إلى آخره. إذا كان القاضي رأى أن الرهن يباع ويعطى صاحب الدين أو مدي الدائن يعطى دينه والباقي الذي يرجع من القيمة يرجع إلى صاحب الفرس وصاحب الرهن. نعم نعم
أي نعم من مراسل سعيد المسيب مهما كان، لكنه ليس بالاتفاق أنه صحيح، كلهم لم يقولوا أنه صحيح، إنما الشافعي رحمه الله قلت لم أجد أصح من مراسيل سيد المسيب، قد يكون صحيحا وقد يكون فيه مظنته الضعيف بين سعيد وبين الصحابي الذي لم يذكر هنا. نعم، فالأصل فيه أن المرسل من قبيل الضعيف إلا إذا كان جاء من طريق آخر من صحابي من تابعين آخر على قول الشافعي رحمه الله نفسه. نعم، وعلى كل حال حديث أبي هريرة الذي يعني ثابت، وهذا ينبغي أن يكون قاعدة عامة، لا يجوز أن يدفع بالتي هي أحسن بأدلة واضحة جدا. نعم، ليست هناك أدلة واضحة تمنع العمل بحديث أبي هريرة لبن الدر يشرب وعلى الذي يشرب نفقته. باب ما جاء في شراء القلادة وفيها ذهب وخرز. الخرز كأنه خرز، ليس خرز، خرز هذا يصير مصدر، خرز يخرز خراز، خرز النعل ما هو كذا أو خياطة النعل، أما الخرز فهذه من المجوهرات أو مما يخرج من البحر بعض الأحجار الكريمة الجوهر. فإذا كانت هناك قلادة فيها جزء منه ذهب وجزء منه خرز وربما يكون جزء منه شيء آخر من الفضة وغيره، فهل يشترى بقيمة واحدة هذه القلادة تشترى؟ لا، لأن ما دام فيه ذهب فإذا آتيت قيمته من الذهب أو الفضة فالذهب بالذهب سواء بسواء، وهنا قد اختلف، فإذا كيف طريقة بيعه بيعها يأتي. قال حدثنا قتيبة أنه قال حدثنا الليث أنا أبي الشجاع سعيد بن يزيد. أبي الشجاع سعيد بن يزيد هو سعيد بن يزيد الحميري القتباني، قالوا والإسكندراني، سكن الإسكندرية أيضا، ثقة عابد من العباد. عن خالد بن أبي إمران، وهو خالد بن أبي إمران أيضا ثقة، كالتجيبي كان قاضي إفريقية. عن حنش وهو ابن المعتمر إن شاء الله ثقة، كان نزيل حنش بن عبد الله السنعاني، كان نزيل إفريقية. نعم، عن فضالة بن أبي عبيد الصحابي قال اشتريت، هو صحابي، قال اشتريت يوم خيبر قلادة باثني عشر دينارا فيها ذهب وخرز ففصلتها فوجدت فيها أكثر من اثني عشر دينارا، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال لا تباع حتى تفصل أو تفصل، فالذهب في جهة والفضة في جهة، أما إذا كان الخرز لا بأس فيها يباع منفصلا، أما الذهب والفضة فلا بد أن يباع على قيمة الذهب والفضة سواء بسواء. نعم، الأمر واضح على قاعدة معروفة، الذهب بالفضة، الذهب بالذهب سواء بسواء، مثلا بمثل إذا كان يدا بيد. قال حدثنا قتيبة أنه قال حدثنا ابن المبارك الإمام عبد الله أنا أبي الشجاع سعيد بن يزيد بهذا الإسناد نحوه، تقوية لهذا الإسناد والحديث الصحيح. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم لم يروا أن يباع السيف محلا أو منطقة مفضضة. السيف محلة، السيف خاصة كانوا يجعلون، وهذا جائز أن استعماله ولو للرجال، أن يكون في السيف خاصة قبضته من الفضة أو من ذهب، وهذا قالوا هذه مسائل الجهاد في الحقيقة فيه إراءة القوة للكفار، الكفار، فلذلك جاز أن يسبغ أحد لحيته بالسواد فيه، وإن كانوا يختلفوا في غيره لكنه كلهم متفقون على جواز السبغ بالسواد في الحرب، التبختر أمام العدو إن هذه لمشية يبغضها الله إلا في هذا الموضع. كذلك هنا أيضا، كذلك إذا كانت منطقة، يقول منطقة مفضضة، الظاهر هذا أجازوها للرجال أيضا، وأظن رأينا هذا في اليمن، في اليمن عندهم هذه الجنبية والماها المنطقة هذه
أظن فيها ذهب كثير، فضة كثير يكون، رأيناه الجنبية نفسها فيها محلى بالفضة. ويقول تلك الأيام، يعني متى سافرنا من الجامعة 1394، كانوا يقولون هذا بخمسمائة ريال، سبحان الله غالي جدا هذه الجنبية الصغيرة. نعم، فألا كلها يعني المنطقة مفضلة لا يباع إلا بعد الفصل من المنطقة ووزنها سواء بسواء، مثل هذا أو مثل هذا بدراهم حتى يميز ويفصل، وهو قول ابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق. وقد رخص بعض أهل العلم في ذلك من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم. ترون أنا في شك كثير في هذه المسألة، لو ذهبت تبحث تجد، وربما يكون لم يبلغهم السنة والله أعلم، الذين نقل الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين كانوا قد تفرقوا في البلاد بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وليس كلهم يستوعب سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أمر واضح جدا. فقد لو جمعتم رجوع الصحابة بعدما بلغ الحديث، هذا له يعني نقول للطلبة، الطلبة لنا في الماجستير والدكتوراه خلوا يجمعوا مثل هذه الموضوعات، يعني كم رجع من الصحابة ولا أئمة رحمة الله عليهم من الأحاديث التي قالوا لم يبلغنا. مالك رحمه الله لما سئل عن تخليل القدمين، أصابع القدمين، قال ليس على الناس هذا. فقال ابن وهب لما خلى المجلس، شوف أدب التلميذ، لما خلى المجلس وقام الناس فقلت لمالك عندنا فيه حديث، قال أيه؟ فقال حدثنا فلان وفلان المستورد بن الشداد رضي الله عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم توضأ وخلل بين أصابع رجليه بخنصره. فقال هذا حديث حسن، لفظ حسن موجود، هذا حديث حسن لم أسمعه من قبل. ثم حفظ الإمام هذا، قال ثم ابن وهب يقول ثم رأيت مالكا رحمه الله لما يسأل عن تخليل أصابع الرجلين كان يفتي ويستدل بهذا الحديث. فهذا الباب أنا أريد أن أقول، كيف هل صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما وجود حديث صحيح أو بلوغهم الحديث الصحيح خالفون؟ قد يكون صدر منهم فتوى اجتهادية، لكن لا شك أنه إذا بلغهم الحديث لابد أن يكونوا يرجعوا. ولذلك الترمذي رحمه الله هذا الباب لا يعني واسع جدا عنده، يقول بعض الصحابة، في بعض الأحيان يقول لم أعرف من الصحابة خلافا فيه، لكن في كثير من المسائل يقول بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا راحوا لابد أن يكون هناك دليل، هناك دليل. فالمسألة ذات الوجهين، لكن إذا لم يكن هناك دليل فيقال إن الصحابة قد ذهلت عنهم أو ذهل عنهم هذا الحديث أو ذهلوا عن هذا الحديث رضي الله عنهم، وما كانوا يتعصبون لرأيهم يرجعون. نعم، فهنا والعمل على هذا عند بعض أهل العلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لم يروا. طيب، ولم يفصل، هنا أريد أن أعرف، لكنه ما ذكر. قد رخص بعض أهل العلم بذلك من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم. ابحثوا يا أخي هل تجدون كم واحد أو من، نعم ممكن، وهذا يبين لنا أهمية البحث والجمع والتبويب والتصحيح. والحمد لله حصل آثار الصحابة خاصة، لأن الأئمة كانوا يجعلون وصولهم إذا وصل إليهم من الصحابي فتوى وكذا ما كانوا يعدون. الأئمة الأربعة كلهم إذا تتبعت وصولهم فهذا يعني ثابت عنهم. فلذلك والحمد لله في جامعة أم القرى الآن جمعت هذه الآثار، وفي 50 أو أكثر من 50 رسالة علمية، فندعو الله تعالى أن يتبعوا، لكن بعد المراجعات لابد منها. فطلبة مختلفون في العمل، وقد يكون لابد أن يكون هناك لجنة تنظر في أعمال هؤلاء الطلبة رحمة الله عليهم أحيانا وأمواتا. نعم، كيف أخطأ؟ إذا أخطأ في هذا البيع والشراء يجب أن يرد ويصح البيع بتفصيل، فيقول الذهب قيمته كذا والفضة قيمته كذا، أما الخرز لا بأس فيها يتفقون على شيء، لكنه إذا كان ذهب موجود
فعرفنا أنه لا يباع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل. بأي مال؟ يعني كأن بالريال الآن مثل في الحقيقة. هل الريال هو الآن تعرف العلماء هل الريال هو رمز من الذهب والفضة أم هو شيء جنس آخر؟ على أصل فيه أنه هو من الفضة، أصله هو إلى وقت قريب كان أنه ما يساوي كذا وكذا من الجرامات، ريال واحد أو ريالين أو عشرة أو كذا. فإذا كان هكذا فلا بد أن يكون الذهب بالذهب يزيد عليه الصائغ جهد البيع وجهد الصنع إلى آخره. يعني كأن الذهب بالذهب، الآن القلادة مزركشة بحرينية وما أدري إيش تشتري إن شاء الله. نعم، أنا نبشركم أن بعض إخواننا إن شاء الله يتزوج، نرجو من الله. فأنا أقول تشتري، فهذه بحرينية وهذه ما أدري كويتية قطرية وكذا وكذا، جميل جميل. هذا القيمة قد يختلف في ما أن الذهب وزنه قد يكون أقل، لكن هذا أغلى. ليش؟ لأنه ما شاء الله يعني مزركشة جميلة جدا. فالجهد هذا الذهب بذهب 100 جرام خذ ما يساوي من الريالات، وباقي الجهد خذها زائد عليه يعني الصنعة أو قيمة الصنعة يأخذها زائد. هذا هو طريق التفصيل في هذا الباب، والله أعلم. نعم. ثم بعد ذلك وقالت الحنفية إنه يجوز إذا كان الذهب المنفرد أكثر من الذي في القلادة ونحوه لا مثله ولا دونه. ليش يقول؟ قالت الحنفية إنه يجوز أي بيع القلادة أو المنطقة أو كذا إذا كان الذهب المنفرد أكثر من الذي في القلادة ونحوها لا مثله ولا دونه. إذا كان أكثر، طيب خالفنا مثلا بمثل سواء بسواء، صار مخالفة. قال النووي في شرح مسلم في هذا الحديث إنه يجوز بيع ذهب مع غيره بذهب، أنه يقول لا يجوز بيع ذهب بذهب مع غيره بذهب حتى يفصل فيباع الذهب بوزنه ذهبا ويباع الآخر بما أراد، وكذلك لا تباع فضة. هذا موافقا للحديث. ألا كل حال هذان القولان، والصحيح في هذا كما ذهب إليه أكثر الصحابة والأئمة رحمة الله عليهم، لا يباع حتى يفصل، لو يشترى فيقال يصحه البيع برده إلى الأصل فيفصل ويؤخذ منه قيمة الذهب منفصلا، قيمة الفضة منفصلا. نعم. كذلك قالوا حتى في بيع الذهب المحلى أيضا فيه قد يكون خلاف، لابد أن يقدر كم فيه من الذهب فيكون مقابله ذهب، وحديد أو السيف يكون بقيمته الزائدة. نعم. باب ما جاء في اشتراط الولاء والزجر عن ذلك والزجر عن ذلك. اشتراط الولاء والزجر، باب ما جاء في اشتراط الولاء وفي الزجر عن ذلك. قال حدثنا محمد بن بشار وهو بندار أنه قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي الإمام أنه قال حدثنا سفيان وهو الثوري عن منصور وهو ابن المعتمر عن إبراهيم والنخعي عن الأسود وهو ابن يزيد النخعي عن عائشة رضي الله عنها أنها أرادت أن تشتري بريرة فاشترطوا الولاء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اشتريها فإنما الولاء لمن أعتق أو لمن ولي النعمة. اشتريها فإنما الولاء لمن أعطى الثمن أو لمن ولي النعمة. وهذا الحديث جاء عند البخاري وغيره. اشتريها واشترتي لهم الولاء فإنما الولاء لمن أعتق. اشترتي لهم الولاء، الظاهر لا يتم الزجر في هذا إلا بهذا اللفظ الذي، والأئمة رحمة الله عليهم يذكرون لفظا وكما يقولون في شرح البخاري وغيره لشهد ذهن الطالب الذي يتتبع الطرق كأنهم يشيرون إليه، فالتبويب يكون مبنيا على لفظ الحديث الذي لم يذكره وهو تابع لهذا الحديث إذا ذكر وإن لم يذكره هنا.
فإذا الحديث في صحيح البخاري لما جاءت بريرة وكانت قد كاتبت أهلها على كم أوقية؟ 40 أوقية. فقالوا فجاءت إلى عائشة تستعينه فقالت لو إذا شاء أهلك أن أعد لهم ويكون الولاء لي أعددت لك. فقالت فلما ذهبت قالوا لا اشترطوا قالوا لا الولاء لنا. الولاء هو إرث المعتق. الولاء لنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الولاء لمن آتق. ثم ذهبت إلى أهلها فأصروا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم خذيها واشترطي لهم الولاء. لهم الولاء. الشيخ الشنقيطي رحمه الله وكأني أسمعه يقول في هذا هذه المسألة قال هذا كان زجرا لهم وكان ردعا لهم ما داموا هم يتمردون على حكم الله اتفقي ولا يكون قضاء إلا ما قضى الله ورسوله. كأنه هكذا الزجر جاء هنا. نعم هم كانوا يعلمون علموا الحكم لكنهم الصحابة كانوا في زمن نزول الوحي وكذا وكذا فلذلك لا نقول أنهم يتعمدون ويتمردون على حكم الله تعالى لا إنما لعلهم النبي ما دام النبي صلى الله عليه وسلم فيهم فيرجون أن يكون كذا. أشياء كثيرة إذا ذهبت تبحث الصحابة لما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية ماذا قال؟ قال اهلقوا اهدوا هديكم واهلقوا رؤوسكم فلم يطيعوا ولم يقوموا لأنهم كانوا يستمترون رحمة الله لعل الله يفتح الباب لهم. فلما دخل على أم سلمة وكان على وجهه الغضب فقالت يا رسول الله من أغضبك؟ قال مالي لا أغضب فإني آمرهم بأمر أراهم لا يطيعون. لفظ جاء هكذا. فشوف المرأة كيف تمسك الموقف في بعض الأحيان لا تستهين برأيها رضي الله عنها. قالت يا رسول الله أخرج أنت واذبح هديك وأهلق رأسك. فلما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ابتدروا كاد أن يقتل بعضهم بعضا. ما هو كذا؟ فالمسألة هكذا الظاهر. لا يقال أن الصحابة تعمدوا يعني إنما كأنهم يرون ما دام منزل الوحي فلذلك يمكن أن يكون الحكم يتغير أو كذا بس لا نظن أنهم يتمردون على حكم الله إلا إذا كان بالفعل حصل من بعضهم أو مغموس بالنفاق وغيرهم فهذا شيء آخر. فالزجر يأتي هنا قال اشترطي لهم الولاء وبعضهم قال اشترطي عليهم الولاء هكذا. والحروف تنوب بعضها عن بعض لكن البعض كثير من العلماء قالوا لام بالأصل اشترط له نعم أنا أشتريها ولكم ولا لكن لا يكون إلا ما قرر قضى الله وقدر بأن الولاء لمن أعتق ولمن أدى أو الثمن. نعم. قال وفي الباب عن ابن عمر قال أبو عيسى حديث عائشة حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم. وقال ومنصور بن المعتمر يكنى أبا عتاب. ثم قال حدثنا أبو بكر العطار البصري أن علي بن المديني قال سمعت يحيى بن سعيد. علي بن المديني يروي أن يحيى بن سعيد الأنصاري أو يحيى بن سعيد القتان يحيى بن سعيد الأنصاري قال إذا حدثت عن منصور فقد ملأت يدك من الخير ولا ترد غيره. يعني في الغالب هم كانوا يبحثون لا شك بكثرة الطرق إذا كان منصور يكون قد تواهم فيبحثون متابعا وشهود وكذا. فمبعث هذا القول هو هذا الأئمة كانوا يرتحلون لحديث وهو حديث عندهم لكن من طريق آخر مشهور عند عبد الرزاق فيرحلون من بغداد إلى صنعاء سبحان الله. فهذا الذي يقصد به سمعت أيها ابن السعيد يقول إذا حدثت عن منصور فقد ملأت يدك من الخير ولا ترد غيره. يعني قطان علي بن المديني وشيخ البخاري نعم يروي عن يحيى بن سيد القطان وليس سيد الأنصاري. نعم إذا حدثت عن منصور فقد ملأت يدك من الخير ولا ترد غيره. ثم قال يحيى ما أجد في إبراهيم النخعي ومجاهد أثبت من منصور. يعني منصور رواياته عن إبراهيم النخعي ومجاهد من أثبت الروايات.
قال وأخبرني محمد عن عبد الله بن أبي الأسود. من يكون هذا محمد؟ الإمام البخاري عن عبد الله بن أبي الأسود قال قال عبد الرحمن وهو ابن مهدي عبد الرحمن بن مهدي منصور أثبت أهل الكوفة وهو معروف لكن ما ندري لماذا اجتهد الإمام أبو عيسى رحمه الله لبيان حاله وهو معروف منصور بن المعتمر. نعم. ثم قال خذيها واشترتي. هنا انظروا قال في شبهة أو شك إيش قال في قد يتوهم أن هذا متضمن للخداع يعني الولاء لمن آتق اشتريها أو لمن كذا. قال جاء في بعض الروايات واشترتي لهم الولاء فقال بعض الشراء قد يتوهم أن هذا متضمن للخداع والتغرير فكيف أذن رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهله بذلك؟ والجواب أنه كان جهلا باطلا منهم فلا اعتذار بذلك. وأشكل من ذلك ما ورد في بعض الروايات خذيها واشترتي لهم الولاء فإن الولاء لمن آتق. والجواب أن اشتراته لهم تسليم لقولهم الباطل بإرخاء العنان دون إثباته لهم يعني استدراج لاشترائها ثم بعد ذلك القاعدة الدينية بأنه الولاء لمن عاتق يقضي على هذا الشرط لأنه شرط يحل حراما. نعم. فقال بإرخاء الأنان دون إثباته لهم انتهى. قلت وقد ذكر الحافظ في الفتح في دفع هذا الإشكال وجوها عديدة بالبسط فعليك أن تطالعه. على كل حال واشترتي لهم الولاء كأنه فيه النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأهله غرريهم واخدعيهم ما هو كذا. إذا كان هكذا ليس هذا تغريرا إنما هو تعزير لهم ما دام أمر النبي صلى الله عليه وسلم أمامهم لماذا هم يتلكؤون فجاز أن يعزروا بهذا بالموافقة في الظاهر ولكن لا يكون إلا ما ثبت في الشرع. نعم. نوع من الإنكار منهم لا هو كان لا شك فيه لكن لماذا كان إنكار؟ لا نقول صحابة أعلى من أن يمسه الرافضي أو يجعل فيه شيء لأن مثل هذا قبل أيام كنت أسمى لواحد المخذول اسمه حسن مالكي تسمعون عنه أن هذا كان يتكلم والناس ما شاء الله نحشوه من كل الجهاد كان يتكلم على الصحابة فقاموا كلهم الحمد لله سكتوه كان يقول الصحابة فيهم كذا والصحابة فيهم ناس زنوا والصحابة بدأ يسقط منهم ويسقط من شانهم فالناس تكلموا عليه حتى سكت هو فنقول هم كانوا ينتظرون لعل النبي صلى الله عليه وسلم أو يأتي إليه الوحي بحيث يجوز مثلا ليس يعني لا يمكن أن يتمردوا على حكم الله تعالى إنما استدراجا لعله يحصل ما يريدون. نعم. فليس منهم إنكار ما نقبل قول النبي صلى الله عليه وسلم مطلقا. نعم. باب قال حدثنا أبو كريب أن أبو كريب محمد بن العالى أبو كريب الحمداني أنه قال حدثنا أبو بكر بن عياش أنا أبي حسين هو عبد الرحمن بن حسين أبو حسين السلمي أن حبيب بن أبي ثابت أن حكيم بن حزام أن النبي صلى الله عليه وسلم حبيب بن أبي ثابت كان مدلسا فالظاهر هو الذي يعني سبب ضعف هذا الحديث تدليسه. قال أن حكيم بن حزام أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث حكيم بن حزام يشتري له أضحية فاشترى أضحية فأربح فيها دينارا فاشترى أخرى مكانها فجاء بالأضحية والدينار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ضح بالشاة وتصدق بالدينار. هذا الحديث بهذا السياق ضعفوه لكن جاء بهذا المعنى حديثا آخر وهو يأتي أمامنا وهو الصحيح بهذا المعنى لكن السياق إذا كان ضعيفا لا يقال لأنه يخالف أيضا التصدق بالدينار ففيه مخالفة وإلا الحديث الآتي يوافقه إذا كان رجل فيه تدليس أو فيه ضعف الحفظ إذا وافقه حديث صحابي آخر فيكون
شاهدا له مقويا له، لكن لا يتقوى لأن فيها زيادات ليست في الصحيح. ثم قال يقول حديث حكيم بن حزام، قال يا أبو عيسى حديث حكيم بن حزام لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وحبيب بن أبي ثابت لم يسمع عندي من حكيم بن حزام، حتى لو سمع فهو متهم بالتدليس الكثير، حتى من الذين كان يسمعهم يروي عنهم ما لم يسمعهم بصيغة مهمة للسماع. فإذا سبب ضعفه هذا هو الانقطاع أو شبهة الانقطاع. نعم، هنا قال لم يسمع منه، إذا كان المحدث قال لم يسمع معناه لم يثبت سماعه مطلقا، وليست إشارة للتدريس. ما دام هو مدلس فيقال إنه فيه شبهة الانقطاع، لكن من الممكن أن يكون سمع، من الممكن أن يكون لا لم يسمع، ولذلك يبحث ومن الطرق الأخرى لعله يجي يأتي فيه التصريح بسماعه. أما إذا قيل إنه لم يسمع معناه أنهم قالوا ثبت لديهم أنه لم يدركه مطلقا. ثم قال حدثنا أحمد بن سعيد الدارمي، هو أحمد بن سعيد أبو حمزة الدارمي السرخسي ثقة، قال حدثنا حبان، هو حبان بن هلال أبو حبيب البصري ثقة، أنه قال حدثنا هارون الآور، هو هارون ابن موسى النهوي، وكان مقريا أيضا معروف في طبقات القراء. نعم، وهو ثقة. أن قال وهو ابن موسى القاري قال حدثنا الزبير بن خريط البصري ثقة، عن أبي لبيد أن عروة البارقي، أبو لبيد هو اسمه لمازة هكذا، لمازة ابن الزبار، زبارة لمازة ابن الزبار الجهضمي صدوق، لكنهم كانوا يقولون أنه كان يبغض علي رضي الله عنه، هذا قد اتهم ويقال أو أنه كان ناصبيا أو بهذا المعنى، مثل ما يقولون نسب إلى القدر، نسب إلى النسب، وهذا قد لا يثبت، لكنهم يذكرون كل ما ذكر في الراوي. والأئمة رحمة الله عليهم كانوا يقولون لو ثبتت بدعته هذه فلنا صدقه عليه بدعته. فيقول هنا لماذا ابن أبي لبيد عن عروة البارقي الصحابي رضي الله عنه قال دفع إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم دينارا لأشتري له شاة، وفي رواية أخرى لأشتري له شاة أضحية، وفي الثالثة أضحية، فاشتريت له شاتين فبعت إحداهما بدينار، آتاه دينار، باع إحداهما بدينار، وجئت بالشاة والدينار إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فذكر له ما كان من أمره، فقال ذكره ما كان، يا رسول الله أنا اشتريت اثنين. هنا تأتي مسألة، الوكيل يتصرف من عند نفسه، هل يجوز أو لا يجوز؟ نعم، هنا تصرف بما فيه مصلحة للموكل، فهذا لا ينبغي أن يكون الخلاف، يقول أنت تصرفت لا يجوز لك. نعم، لكن إذا كان هناك خسارة فيأتي تأتي المسألة، إذا كانت خسارة فبدون التوكيل قد يتحمل. نعم، لكنه إذا كان ربح محقق والنبي صلى الله عليه وسلم قد أقر ذلك جاز. نعم، جئت بالشاة والدينار إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فذكر له ما كان من أمره، فقال له صلى الله عليه وسلم بارك الله لك في صفقة يمينك، دعاء مبارك له. فكان يخرج بعد ذلك إلى كناسة الكوفة، كناسة هذه كانت موضع السوق الظاهر في الكوفة، فيربح الربح العظيم، فكان من أكثر أهل الكوفة مالا. وجاء في بعض الروايات قال ما هنا لم يذكر، لكنه جاءت هذه الرواية صحيحة في هذا الحديث، قال فكنت إذا رفعت حجرا رجوت تحته خيرا، بس لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم، فكنت إذا رفعت حجرا رجوت تحته خيرا رضي الله عنه، يعني بركة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث أدخله في كتاب البيوع، فجاز للإنسان أن يبيع ويشتري فيما يكون محققا الربح، والوكيل جاز له أن يتصرف من عند نفسه، هذا إن شاء الله يعني جاز. إنما هناك بعضهم قالوا إذا كان يقبل تصرفاته دائما
فإذا خسر لابد يتصرف، لابد أن يتحمل أيضا ويصبر على خسارته في بعض الأحيان. لكن الصحيح أن الوكيل لا يتصرف إلا بما أكل به، لا يجوز له إلا يبقى إجازته وكونه جائزا موقوفا على الموكل، إذا رضي فجاز وإذا لم يرضى فمردود. نعم. قال حدثنا أحمد بن سعيد الدارمي أنه قال حدثنا حبان أنه قال حدثنا سعيد بن زيد وهو أخو حماد بن زيد قال حدثنا الزبير بن خريد فذكر نحوه أن أبي لبيد. قال أبو عيسى وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا الحديث وقالوا به وهو قول أحمد وإسحاق، ولم يأخذ بعض أهل العلم بهذا الحديث منهم الشافعي وسعيد بن زيد. من يكون هذا سعيد بن زيد؟ أخو حماد بن زيد نفسه الفقيه، أخو حماد بن زيد وأبو لما أبو لبيد اسمه لمازه ابن زبار. نعم. يقول وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا الحديث وقالوا به وهو قول أحمد وإسحاق. قال في النيل في الحديث الدليل على صحة بيع الفضولي. فضولي هو الذي لم يوكل بشيء لكنه تصرف بما لا يجوز. نعم. وبه قال مالك وأحمد في إحدى الروايتين عنه، والشافعي في القديم قال ثم ترك القول به، وقواه النووي في الروضة وهو مروي عن جماعة من السلف منهم علي وابن عباس وابن مسعود وابن عمر. وقال الشافعي في الجديد وأصحابه إن البيع الموقوف والشراء الموقوف باطلان لحديث لا تبع ما ليس عندك. وأجابوا عن حديث بما فيه من المقال ولا تقدير الصحة، فيمكن أنه كان وكيلا بالبيع بقرينة فهمهما حديث الباب بما فيهما من المقال ولا تقدير الصحة فيمكن أنه كان وكيلا بالبيع. وقال أبو حنيفة رحمه الله إنه لكون البيع الموقوف صحيحا دون الشراء، والوجه أن الإخراج من ملك المالك مفتقر إلى إذنه بخلاف الإدخال. على كل حال هذه اجتهادات أئمتنا رحمة الله عليهم، والذي يظهر والله أعلم أن البيع يكون موقوفا على إذن الموكل. فإذا كان يعني حتى ينقل أن الإمام أبو حنيفة رحمه الله أرسل هذا يذكر في ترجمته أظن ما ندري الكردري غير موثق لكنه يذكر أشياء كثيرة، أو في كتاب آخر الدرار المضية الدرة المضية، فقال أنه أرسل خادمه ليشتري شيء فذهب أو خادم جديد كان أيا كان على كل حال، كان عهده أنه هذا الشيء مثلا بريالين فذهب واشترى بريال. قال من أين اشتريت؟ قال هذا عنده غالي ذهبت لأشتريه هناك. قال لا، رده إليه، ما فتح محله هذا إلا لأجلنا، فرده إليه واشترى منه. قد يكون من هذا المعنى، يعني هذا نستقرب من الفهم أنه قد يكون موقوفا على رضا الموكل. نعم. باب ما جاء في المكاتب إذا كان عنده ما يودي. قال حدثنا الإمام الترمذي قال حدثنا هارون ابن عبد الله البزاز وهو أبو موسى الحمال مشهور. نعم. قال حدثنا يزيد بن هارون أنه قال أخبرنا حماد بن سلمة عن أيوب وهو السختياني عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أصاب المكاتب حدا أو ميراثا ورث بحساب ما أتق منه، ورث بحساب ما أتق عنه، يعني إذا كان نصفه إذا كان مكاتب ومثلا إذا قال آتني 10,000 وجمع على ما قالوا أنه يستسعى أيضا يترك له مجال بأن يسعى ويكد حتى يجمع أو يسأل الناس، جاز له أن يسأل في هذه الحالة تحمل حمالة، فأدى 5,000 وباقي 5,000 في هذه الحالة مات قريب له، فيكون ميراثه نصف ميراث الحر. كذلك إذا كان أصاب المكاتب حدا، فالمكاتب
عبد، هناك اختلفوا في هذا، لكن الحديث يدل على أنه إذا كان أدى نصف ماله نصف قيمته فنصفه حر ونصفه عبد، فعلى حساب الحر يأخذ الحد وعلى حساب العبد ينقص له الحد. فإذا كان نصفه حر ونصفه عبد، لو كان عبدا فعليه نصف ما على الأحرار، ما هو كذا 50 جلدة إذا كان 100 جلدة مثلا، لكنه إذا كان نصفه حر ونصفه عبد كم يكون؟ 75. نعم، على حساب الحرية 50 وعلى حساب. على كل حال الحديث هذا واضح بهذا المعنى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يودي المكاتب بحصة، أو يودى يودى يو أودى ودى ودى يدي الظاهر، يودى ليس يودى، هي من الدية، من الدية، ودى يدي دية. يودى يودى عندكم يودى يودى أو يودي بحصة ما أدى، يودى أو يودي من أو يودى من الدية بحصة ما أدى دية حر، يعني إذا قتل هو فله دية. أنا ضبطه في الشرح، لكن أنا كأني يظهر لي أنه مكتوب بضم الياء وسكون الواو، قل هكذا يودى اسم، ضبطه في الشرح يودى، يودى من الدية، أما يودى فمعناه من الأداء، الفرق بينهما. هنا المقصود إعطاء الدية أو أخذ الدية منه، فإذا كان قتل نصفه حر ونصفه عبد فيكون ديته نصف دية الحر وباقي نصف باقي نصف الدية من العبد. نعم، هذا هو المقصود، يودى يعني من الدية، يودى المكاتب بحصة ما أدى، أي بحصة ما صار حرا بعد أدائه ما كتب أو ما كاتب عليه، وما بقي دية عبد مثل الأول مثل الإرث. تماما. نعم. قال وفي الباب عن أم سلمة قال أبو عيسى: حديث ابن عباس حديث حسن، وهكذا روى يحيى بن أبي كثير عن إكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم. أيوب عن إكرمة عن ابن عباس، يحيى بن أبي كثير عن إكرمة عن ابن عباس. نعم. وروى خالد الحذاء عن إكرمة عن علي قوله، فهنا إكرمة له من الممكن أن يكون فتوى ثابتة عن طريق إكرمة، خالد الحذاء عن إكرمة عن علي من قوله، فيكون فتوى موضوع في مناسبة أو في موافقة الحديث المرفوع. والعمل على هذا الحديث عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم. وقال أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم: المكاتب عبد ما بقي عليه درهم، وهو قول سفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق. نعم، الحديث بهذا المعنى جاء: المكاتب عبد ما بقي عليه درهم. فهذا الحديث يدخل في مختلف الحديث، هذا الذي نعرفه مشكل الحديث ومختلف الحديث، وكل مختلف الحديث مشكل الحديث. فإذا كيف يمكن الجمع؟ الآن بعض أهل العلم أخذوا هذا الحديث وبعض أهل العلم أخذوا هذا الحديث، وهناك من قال أنه يكون عبدا في المكاتب عبد في غير ما نص هنا صلى الله عليه وسلم في الميراث وفي الديات، يكون معاملته معاملة العبد. مثلا هذه المسألة أيضا من المسائل التي يعني ما خالف الظاهر إلا الظاهرية، أن العبد لا يحتجب، لا تحتجب عنه سيدته، ما هو كذا؟ فإذا بقي عليه ولو درهم فهو عبد لا يجب عليها أن تحتجب، لكن جاء في الحديث أنه إذا كان عنده ملك ذهب واكتسب النهار درهم كان باقي لكنه لم يودي، ففي هذه الحالة احتياطا لابد أن تحتجب. تأتي الرواية إن شاء الله في هذا. فهناك هذان الحديثان على كل حال قد اختلف والكلام عليه. قال وهو قول سفيان الثوري. انظروا الحديث الثاني. قال حدثنا قتيبة، وهو قتيبة بن سعيد، قال حدثنا عبد الوارث بن سعيد عن يحيى بن أبي أنيسة
هذا ضعيف، إلا أن هذا الحديث جاء من طرق أخرى حسنوه عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: سمعت رسول الله يحيى بن أبي ونيسة أبو زيد الأزدي ضعيف من حيث الحفظ، عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب يقول: من كاتب عبده على 100 أوقية فأداها إلا 10 أو قال 10 دراهم ثم عجز فهو رقيق، فهو رقيق، يعني لا يعامل معاملة الحر في 90%، ما هو كذا 90% باقي 10%، فهل يكون في الشهر أو 90 يوما يكون حرا و10 أيام يكون عبدا أو ماذا؟ فالحديث 10 دراهم ثم عجز فهو رقيق. كذلك الحديث جاء فيه إذا كان المكاتب عبد ما بقي عليه درهم، هذا أيضا حديث حسنوه. فإذا الحديثان يختلفان ولا شك فيه، فكيف الجمع بينهما؟ بعضهم ذهب إلى أنه يكون حكمه حكم المكاتب حتى لو أصاب حدا أو لو أريد إعطاء ديته، فدية العبد لا دية نصف حر نصف عبد إلى آخره، هكذا قال بعضهم. قال الآخرون في مسألة الدية الذي جاء فيه النص، وقد يكون هؤلاء أسعد بالحديث، هذا القول أسعد بالحديث، أن المسألة ما دامت جاءت مخالفة لبعض الأحاديث فيقتصر فيما جاء في أحكام الحديث، يقتصر في الأحكام فيما جاء في الحديث، والحديث ما جاء فيه إلا في العرث أو الديات، وإذا جاء هناك مسألة ثالثة ففيها، وإلا يقتصر في معاملة الحرية على حسب معاملة الحر على حسب الحرية، ومعاملة العبد على حسب بقاء قيمة المكاتبة عليه في هذين الأمرين، والباقي يكون حكمه حكمه العبد في أمور أخرى. قد يكون هذا الجمع إن شاء الله هو أفضل، ويكون الأخذ بالحديثين هو الصحيح من ترك أحدهما دون الآخر. نعم. ثم قال: حدثنا سعيد بن عبد الرحمن، وهو سعيد بن عبد الرحمن المخزومي، قال أبو عيسى، أخذنا مو كذا، أي نعم، قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب، والعمل عليه عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، أن المكاتب عبد ما بقي عليه شيء من كتابته. وقد روى الحجاج ابن أرطأة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، يعني مثل يحيى ابن ونيس. ومن هنا قالوا حسن لغيره، له طريق ثالث أيضا، يحيى بن أبي ونيس عن أمر، وهنا وافقه حجاج بن أرطأة عن أمر فقوى أمره، فسار الحديث حسنا لغيره مقبولا. ثم قال: نعم، هو لعله يرى أنه ما كونه ضعفا والله أعلم، نعم، لكنه كما يقال إن الألباني يخطي في كل شيء، فمشايخنا يرون حتى يستدركون على ابن الترمذي أيضا أشياء كثيرة من هذا، رحمة الله عليهم جميعا. ولا يجوز لك أن تأخذ في نفسك أنه ينزل من منزلتهم في شيء. نعم. الآن كان بعض الطلبة يحكون أن هناك في بعض المراكز العلمية بعض الناس ليس له شغل إلا الألباني، يحط من شأنه، الله المستعان. حجاج بن أرطأة وإن كان ضعيفا لكنه هو نفسه ماذا عرف لنا؟ الحسن إذا قال حسن غريب له معنى كأنه ضعيف، لكن حسن قال في قولنا ما جاء من غير وجه وليس فيه متهم، يعني ضعيف وضعيف ليس فيه متهم بالكذب فهو مقبول عنده، فهذا على تعريفه يتنزل أن يقال هذا حديث حسن، لا يقول غريب لأن له طرق، لا يكون يقول غريب. ومن مما قال العلماء أنه إذا قال حسن غريب معناه ليس له إلا طريق واحد، وهو حسن لذاته وليس حسنا لذاته في الحقيقة، فهذا يستدرك عليه من تعريفه هو نفسه. نعم.
وبعض النسخ جاء هذا حديث حسن وبعض النسخ جاء هذا حديث غريب. وأنا جربنا هذا، كان لخ هذا خالد الدريس اللي رسالته والحمد لله أنا كنت مشرف عليه، فوجدنا اختلاف من نسخة الكروخي إلى نسخة نسخ غيره سبحان الله. ففي مثل هذا الآن يحتاج إلى أن تحقق هذه الكتب من النسخ الصحية، والآن برزت الحمد لله أشياء كثيرة، فتجد في بعض الروايات هذا حديث غريب فقط. هكذا قال في أي نسخة؟ نسخة محملة في الشاملة الظاهرة، هو هذا. فلذلك يعني على كل حال قد يكون كونه غريبا أو كونه حسنا وحده، يعني في ما هو الراجح من كلام الترمذي رحمة الله يحتاج إلى، لكن أيضا الترمذي ابن حجر وغيرهم قالوا أخرجه أبو داود بهذا الإسناد وهو إسناد حسن، قال الترمذي رحمه قال ابن حجر رحمه الله أيضا. على كل حال قال أبو عيسى نعم الحديث الثاني قرانا حدثنا سعيد بن عبد الرحمن عن سفيان بن عيينة. سعيد بن عبد الرحمن هو المخزومي ثقة، سفيان بن عيينة الإمام المعروف عن الزهري أن نبهان مولى أم سلمة عن أم سلمة رضي الله عنها. النبهان هذا هو مستور الحال أو قل لم يوثق إلا من ابن حبان، وهو تابعي كبير ربما يعتبر والله أعلم أنه يعني حديثه حسن، ولذلك حسن غير واحد هذا الحديث، وله طرق أخرى ذكر بعضهم لكنها ضعيفة جدا. وقال هنا وبعضهم ضعفه لأجل هذا، وهو إلى الضعف أقرب، لأن المقبول إذا لم يتابع بإسناد براو ثقات أو بمن هو فوقه أو مثله تماما فيكون حديث حسن لغيره، لكنه لم يتابع هكذا ذكروا مقبول إذا توبع. قال لم يوافق، ذكر بعض العلماء أنه لم يوافق عليه أحد. الشيخ الألباني فصل في رواية الغليل ولم يجد له طريقا آخر، رواية الغليل 1796. قال النبهان مولى أم سلمة أن أم سلمة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان عند مكاتب إحداكن ما يودي فلتحتجب منه فلتحتجب منه. قالوا هذا حديث ضعيف، والصحيح في هذا أنه عبد ما بقي عليه درهم لا يحتاج للاحتجاب حتى يودي، لكن هنا قالوا ما عنده ما يودي ولم يودي، كيف عرفت أو كيف يعرف أنه عنده؟ من الممكن أن يكون كل يوم له خراج، كل يوم له عمل أو أجرة، فعرف أنه عمل اليوم فيكون حصل ما يكفي للأداء ولكنه لم يودي فلتحتجب منه. هكذا قالوا. وبعضهم قال إن هذا محمول على التورع والاحتياط ولا يجب عليها أن تحتجب، والنبي صلى الله عليه وسلم أمرها بالتورع فقط. لكن الحديث على كل حال ما بين تصحيح وتضعيف وتحسين وتضعيف. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، يعني جعله صحيحا أيضا، ما أنه مداره على نبهان مولى أم سلمة وهو لم يوثق إلا عن ابن حبان وثقه. ومعنى هذا الحديث قال عند أهل العلم على التورع، وقالوا لا يعتق المكاتب وإن كان عنده ما يودي حتى يوديها. فإذا خلاصة الأمر والله أعلم، الحديث لو صح فيكون حكم جمع بين الحديثين، المكاتب عبد ما بين ما بقي عليه درهم، وبين هذا الحديث ما دام عبد فيستنبط منه ويستفاد منه أنه لا يجب عليه، لا يجب على سيدته أن تحتجب، وهنا أمر بالاحتجاب وبقي عليه ما يودي من القسط مهو كذا، فيكون الجمع بينهما إذا صح الحديث أو من صح الحديث بمعنى متورعا وجاز لها ألا تحتجب. نعم. باب ما جاء إلى إذا أفلس للرجل غريم فيجد عنده متاعه. إذا أفلس الرجل للرجل غريم، يعني هو اشترى من عند الرجل شيئا لكنه صار مفلسا،
إلا أن متاع البايع هذا بقي عنده كما هو لم يتصرف فيه. فهذه المسألة فيه هذا الحديث الصحيح. وقال حدثنا قتيبة قال في النهاية أفلس الرجل إذا لم يبق له مال. والحديث يعني الصحابة كانوا يعرفون. أتدرون من المفلس؟ قالوا المفلس فينا من لا درهم له. فإذا لم يبق له مال ومعناه صارت دراهمه فلوسا. إيش معناه دراهمه فلوسا؟ أي صار إلى حال يقال ليس معه فلس. أفلس كأنه نزع المادة كما يقولون باب فعل فيه نزع المادة. فأفلس يعني صار ليس له فلوس. نعم. ولا يقال فلس أو كذا. فلس تفليس أيضا جائز. فلس يفلس لكن فلس لا يقال. فلس وأفلس تفليس. نعم. قالوا التفليس لا يسمى تفليسا إلا إذا حكم القاضي عليه بأنه مفلس. نعم. فنسب إلى التفليس نسب إلى الإفلاس. على كل حال فإذا أفلس للرجل غريم فيجد عنده متاعه ما حكمه؟ كان السؤال هكذا جاء في الباب. قال حدثنا قتيبة جوابه في هذا الحديث قال حدثنا قتيبة أنه قال حدثنا الليث أن يحيى بن سعيد. هنا يحيى بن سعيد القطان نفسه ولا الأنصاري؟ أنا لا أنصاري هنا قطان لأنه يروي عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم. أن يحيى بن سعيد الأنصاري عن أبي بكر بن عمرو بن حزم عن عمر بن عبد العزيز الخليفة عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن أبي هريرة رضي الله عنه. وهذا الحديث بهذا الإسناد عن أبي بكر بن عبد الرحمن في صحيح البخاري أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال أي امرئ أفلس ووجد رجل سلعته عنده بعينها فهو أولى بها من غيره. قال وفي الباب عن سمرة وابن عمر. الأصل فيه إذا كان الرجل أفلس وعنده متى وقد يكون حكم عليه بالحجر أيضا لأن باب الحجر والتفليس يأتي معا. فإذا كان مفلسا يحجر على التصرف أو عن التصرف في أمواله. فمن الممكن أن يجمع القاضي أو الولي الأمر يجمع أمواله ويبيع ثم يعطي كل واحد على قدر دينه أو قدر ما عليه من الدين. فإذا كان عنده 1000 يعطي على قدره وإذا كان عنده 100 يعطي على قدره. لكن من بين هذه الأمتعة رجل وجد متاعه اشترى مثلا أو ففي هذه الحالة هو أحق به لا يشترك فيه الآخرون ينزعه والباقي هو الذي يتصرف فيه القاضي ويبيع ويعطي من يريد. وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.